تمام، وصلنا آخر مرة إذا بتشابتر 14 عند آخر شريحتين، the lysosomal glycoprotein degradation. إحنا سبق هذا الكلام أتعرفنا كيف نصنع الجلايكوبروتين، هلا رح نتكلم عن كيف نحطم الجلايكوبروتين. برضو الجلايكوبروتين هي مركبات خارج الخلية على السيل سيرفس، أو بتكون في داخل السيل ممبرين، يعني موجودة على السيل ممبرين، أو إنه بتكون مكون من اللايسوسوم، إنزيم لايسوسوم. وقلنا في النهاية إلها عمر افتراضي وبده يخلص، فلازم نكسرها. هلا لما تكون المركبات خارج الخلية، فإذا أنا بلزم إني أدخلها باي فاجوسايتوسس، أعمل فاكيول، أعمل بلعمة وأكون فجوة غذاء، فجوة فيها الإشي اللي بدي أكسره، ثم أدعم هذه أو أدمج هذه الفجوة مع اللايسوسوم باي لايسوسوم. وفي عندي في اللايسوسوم في عندي إنزيمات رح تكسر، فهي الإنزيمات بتكسر البروتينات إلى أمينو أسيدز، وبتكسر السلسلة السكرية بقاعدة تسمى the last on first off. هذه القاعدة تشبه قاعدة تكسير أي من المركبات تعلمناها مبارح، اللي هم الجاكس تكسير الجاكس. إذا زي ما كسرت الجاك ب last on first off، كمان رح نكسر السكر الموجود في الجلايكوبروتين اللي هي سلاسل السكر القصيرة المتفرعة، أيضا last on first off. كل سكرة بدي أقيمها بجيب إنزيم مناسب لإلها، ودائما الشغل برضه نفس الطريقة، دائما الإنزيمات بتشتغل على النام reducing ends. So last on first off نبدأ من النام reducing ends. تمام. هلا في عنا بعض الناس عندهم مشاكل في الإنزيمات اللي بتكسر الجلايكوبروتين، وبالتالي بيصير عندهم storage disease لمين؟ للجلايكوبروتين، فبيتراكم عندهم الأوليغوسكرايد الخاص في الإنزيم الناقص. طبعا هاي الأمراض very rare، هاي الأمراض اللي هي glycoprotein storage disease كتير نادرة، واللي كويس كمان إنها autosomal recessive، طريقة توارثها جسماني متنحي. الكتاب كاتب عن واحد منهم، برضو أنت راح تقرأه مش صعب، اسمه ألفا مانوسيدوسيس، ألفا مانوسيدوسيس تايب 3. أصلا واضح من الاسم اسم الإنزيم الناقص، أوكي، وواضح كمان إنه الأوليغوساكاريد اللي رح يتراكم غني بأي سكر، غني منوز بالمنوز، يا بالمنوز سكر. أوكي، فالكلام المكتوب عن هذا المرض جدا قصير، تقريبا سطرين أو 3 أسطر في الكتاب. So alpha mannosidosis is a type of a glycoprotein storage disease. أوكي، فرح أطلب منك تقرأ هال3 كلمات عن هذا المرض. الكتاب كاتب عنهم in general، حكي عنهم بشكل بسيط. نحن هيك بنكون ختمنا chapter 14 وأنهينا الوحدة الثانية. الوحدة الثانية unit 2 كانت تتكلم عن كربوهيدرات ميتابوليزم، عن أيض الكربوهيدرات. فأخذنا introduction عن الدياتري كربوهيدرات ميتابوليزم، عن الهضم والامتصاص. بعدين أخذنا عن طرق تعامل الجسم مع سكر الجلوكوز glycolysis، وبعدين أخذنا عكس الجلايكولوسيس جلوكونيوجينيسيس، ثم أخذنا حلقة كريبس كريبس سايكل، وبعديها شو أخذنا؟ أخذنا جلايكوجين ميتابوليزم وذر جلايكو مش عارفة أكتبها، أوكي، جلايكوجين ميتابوليزم وذر جلايكوجينيسيس أو جلايكوجينوليسيس. ثم تكلمنا عن الأذر مونوساكاريد زي الفركتوز والجالاكتوز، ثم تكلمنا عن البي بي بي البنتوز فوسفيت باثوي، وختمنا هذه الوحدة ب جلايكو بروتين اند بروتيو جلايكان. هيك بنكون انهينا الوحدة الثانية. هلا سوا انا وياك وين راح نروح؟ راح ننتقل الى الوحدة رقم 3، الوحدة الثالثة. الوحدة الثالثة فيها 4 شابترز. شابتر 15 راح يبدا ب ايضا مقدمة في الليبيدز في الدهون، رح يشرح عن أيض الدهون في الطعام. زي ما شرحنا عن أيض الكربوهيدرات في الطعام، رح نحكي نفس الكلام بس بالنسبة للليبيدز. So chapter 15 unit 3
metabolism of dietary lipids. مبدئيا أنا وياك رح نراجع معلوماتنا في الدهون اللي أخذناها في البيولوجي أو حتى اللي بنعرفها. أول سؤال، هاي المعلومات أنا براجعها لأنها مهمة بالنسبة لي لاحقا. أول سؤال، can you consider lipids as a hydrophilic or a hydrophobic molecule? Is it majorly hydrophilic ولا majorly hydrophobic؟ خلينا نحكي هيدروفوبيك. hydrophobic. فإذا الليبيدز تقريبا إذا بنحكي إنها in general هي تكره الماء، هي قلبها أسود تكره الماء، لكن أحيانا بعض الليبيدز بكون فيها قسمين، قسم كاره للماء hydrophobic area وقسم محب للماء hydrophilic area. لما المركب يكون فيه two parts hydrophilic و hydrophobic نسمي المركب أو نصف المركب بأنه amphipathic. امفيباثيك. Yeah, amphipathic. لكن in general لما نطلع حتى على المركب الامفيباثيك بنلاحظ إنه يميل أكثر ناحية الكره، يعني القسم الكاره للماء نسبة لحجم المركب أكبر من القسم المحب للماء. عشان هيك دائما احنا نحكي ان جنرال الدهون تكره الماء، مع انه في دهون بتحب المي شوية صغيرة بسبب انه تركيبها فيها جروب محبة للماء، لكنه يميل اكثر ناحية الكره. تمام. طبعا اللي بيأثر على ان المركب يحب او يكره بشكل عام هو تركيبه، هل يوجد فيها مجموعات وظيفية بولر قطبية وبالتالي ممكن نحكي انه هذه المركبات محبة للماء، أم أن المجموعات التي موجودة في تركيبه هي نان بولر. أوكي، فإذا كانت نان بولر فهو يكون كاره للماء، إذا كانوا كليهما موجودين في المركب بنحكي أنه هو أمفيباثيك. طيب النقطة الثانية، وين بلاقي أنا الليبيدز في جسمي؟ وين ممكن ألاقيهم موجودين؟ ممكن membranes. ألاقيهم يا في الممبرين، بكونوا موجودات على شكل فوسفوليبيدز. أوكي، والفوسفوليبيد بيكون عامل طبقتين، فوسفوليبيد باي لاير. كمان ممكن الاقيهم في الاديبوسايت، في النسيج الدهني، خلايا النسيج الدهني. بتعرفوا انه خلايا النسيج الدهني شو بيساوي؟ النسيج الدهني بخزن الدهون، بخزن فات على شكل قطرات دهون في السيتوسول. فاذا هاي خليه، خليه نسيج دهني، هذه هي النواه. اوكي، نيوكليوس. بتكون النيوكليوس جاي على الطرف لأنه بكون في النص في عندي قطرة من الدهون محتلة المساحة. هذه القطرة، قطرة الدهون oil droplet، تتكون من إيش؟ تتكون من دهون تسمى fat. مكانتها لوجودها هي adipocyte، في الadipocyte. وطبعا الطلاب المحاضرة اللي بعديكم على طول كمان حكوا لي إنه الليفر كمان بتخزن شوية دهون في داخلها. تتذكروا؟ كنا نحكي إنه برضه في عندي فات بتخزن بكميات بسيطة في الكبد، ما بنخليه يتخزن بكميات كبيرة ولا بيصير الكبد مدهن، بيصير فاتي ليفر. فإذا هو يخزن، ولكن يخزن ميجرلي في الأديبوس تيشو، في النسيج الدهني. طيب هذا المكان التاني. المكان الثالث اللي بلاقي فيه دهون اللي هو الدم، بلازما الدم. ما بتذكروا إنه في ناس بتروح بتفحص دهون الدم، بتقول لك رايح أفحص الكوليسترول، رايح أفحص الدهنيات الثلاثية. فإذا أيضا الدهون تتواجد وين؟ تتواجد بنسبة معينة في البلازما. لكن أنا بعرف إنه الدهون في البلازما دهون تحب تكره الماء، ميجور لي إنه تكره الماء. فإذا بخليها تسبح في البلازما في الدم ممكن تغرق. أوكي، فهذا الكلام بيعمل لي مشاكل. إذا تخيل أنه شخص يكره الماء وأنت تدبه في الماء، شو بصير؟ بصير مشكلة عندك، بيغرق. فعشان الدهون ما تعمل مشاكل في الجهاز الوعائي في الوسط المائي، نحن ما بنخليها تسبح لحالها، بنرفق معاها شيء آخر بحسن ذئبيتها، بخليها ما تغرق، بنرفق معاها بروتين. أنا في عندي ليبيد مع مرفقا معاه بروتين، المركب كاملا حيكون اسمه لايبو بروتين.
بروتين، لايبوبروتين. أعطيك مثال، ممكن هذا المثال يوضح الصورة أكثر. أخذنا في البيولوجي عن مركب اسمه LDL، تذكروه؟ تذكروا هذا المركب؟ أخذناه بتشابتر الممبرين، لما إجا الأستاذ يحكي لك عن الريسبتر mediated endocytosis. وقتها الكتاب أعطاك مثال عن كيف نحن مندخل مركب اسمه LDL. هذا LDL هو عبارة عن إيش؟ عبارة عن ليبيد، بس ما تركتها تسبح لحالها وأرفقت معاها كمان بروتين، سو عبارة عن لايبو بروتين. على فكرة الناس هون عامة الشعب بيعرفوه مش باسم LDL، بيعرفوه باسم حامل الكوليسترول السيء، حامل الكوليسترول السيء. في كمان واحد إن شاء الله نتعرف عليه بعدين اسمه HDL، والناس هون بتعرفه وبتحب يكون تركيزه عالي في الدم. هذا الناس بتعرفه بأي اسم، حامل الكوليسترول اسم الجيد. يا صح، مزبوط، حامل الكوليسترول الجيد. أوكي، راح أذكر لك أسماء الآخرين ذكرا فقط. CM، أوكي، راح نتعرف عليه اليوم في هذا الشابتر. وفي عندنا كمان واحد اسمه أو اختصاره VLDL، نتعرف عليه لاحقا. سو هدول كلياتهم عبارة عن ليبيدز مع بروتينز، يعني لايبو بروتينز. وين بلاقيهم؟ بلاقيهم في البلازما في الدم. تمام؟ أوكي، نكمل. ما هي وظائف الدهون؟ Source for energy. Source for energy. نعم، أول وظيفة الكل على طول بيحكيها اللي هي source of energy، هي مصدر طاقة ومخزن طاقة. يعني أنا ممكن أخزن الطاقة على شكل فات وبستخدمها كمصدر طاقة عند اللزوم. So it's a major source of energy in the body. هاي أول function. Another function. تدخل في تركيب الممبران. يا هي تدخل في تركيب المركبات الخلية. زي إيش يعني؟ تدخل في تركيب الأغشية، membrane structure. أوكي، وظيفة أخرى. برضو عندنا بعض الدهون ممكن انه احنا السولوبل نذوبها لفيتامينز. بعض الفيتامينات، أوكي راح أحط رقم ثلاثة هون. بعض الفيتامينات نسميها الفيتامينات الذائبة في الدهون، هي أصلاً جاية من مصادر دهنية أو مشتقة من مركبات دهنية، فبنسميهم fat soluble vitamins. زي أي فيتامينات بنسميها فيتامينات ذائبة في الدهون؟ عندي فيتامين ألف وكي وفيتامين إي وفيتامين دال. دال مثلا تكلمنا عنه في تشابتر البي بي بي لما حكينا عن أهمية النات بي اتش in the kidney. قلنا في عندنا سيستم اسمه مونو اوكسجينيز سيستم بيساعدني في تصنيع فيتامين دال. فيتامين دال قلنا بنصنعه من مادة خام اسمها كوليسترول. طبعا الكوليسترول هو واحد من الدهون، نوع من انواع الدهون. صار في عندي فيتامينات تذوب في الدهون، يشتق تركيبها من الدهون، وهي الفيتامينات الأربعة اللي أمامك، فيتامين A و D و E و K. عشان هيك إحنا بنحكي ما ناخذ هذه الفيتامينات من دون استشارة. ليه؟ لأنه هذه الفيتامينات إذا أنت أخذتها بشكل أزود من حاجتك، أكثر من حاجتك، وهي محبة للدهون، فصعب جسمي إنه يخرجها. وسائل الإخراج في الجسم هي وسائل مائية، عرق، فضلات، دموع، أوكي، بول، هاي كلها وسائل طرح، وسائل طرح للمواد. فأنا إذا أخذت فيتامين دال وأنا مش محتاجة بصير يتخزن في دهون جسمي because it's a fat soluble vitamin، وبصير أعاني من مشاكل صحية. كذلك الأمر لفيتامين E و K و A. صار الفيتامينات الذائبة في الدهون ما بتتاخد من دون ما يكون في حاجة لإلها في الجسم. أوكي، بينما الفيتامينات الذائبة في الماء زي فيتامين سي مثلا، فيتامين سي فيتامين ذائب في الماء.
لما انت بتاخد ازود من حاجتك، الزائد عن حاجتك من فيتامين سي بيخرج عن طريق البول بسهولة. ليه؟ لانه فيتامين ذائب في الماء. سو انتبه للفيتامينات التي تذوب في الدهون وانت بتاخدها من دون استشارة. تمام، نرجع. ما هي وظائف الدهون؟ رقم أربعة insulators. انسوليتر. رقم أربعة إذا انسوليتر يعني مواد عازلة، مثلا الدب القطبي تحت الجلد عنده كمية منيحة من الدهون، تشتغل كعزل لحرارة الجسم، بتحافظ على حرارته. برضو أنت عندك تحت الجلد في نسيج دهني، so it acts as insulator. رقم خمسة protection، لأنها زي يا الطبقة اللي على القلب. زي النسيج الدهني الخفيف اللي بيكون موجود حوالين الكلية أو حوالين القلب، الهدف منه هو حماية الأعضاء الحيوية، protection of vital organs. تمام، رقم ستة، بعض الدهون بنشتق منها تركيب مواد مهمة زي مادة اسمها بروستاجلاندين، رح نتعرف عليها بعدين. هذه المادة البروستاجلاندين تعطي رسائل للخلايا المجاورة عشان يعملوا شيء معين، سو هي عبارة عن رسائل تسمى بروستاجلاندين. كمان ممكن نستخدمها عشان نصنع هرمونات استيرويدية، برضو الهرمونات الاستيرويدية عبارة عن رسائل تتحد أو بتروح للخلية عشان تحكي لها تعمل شيء معين. So they are important or they play a role in controlling the body homeostasis. So هم بيساعدوني لما بيصنعوا هاي الرسائل اللي هي مهمة كتير لوظائف الجسم، بيساعدوني في الهوميوستاسيس للجسم، أوكي، في الحفاظ على النظام والتوازن. هذه كانت هي وظائف الدهون. أوكي، هل الدهون عبارة عن نوع واحد ولا في عندي أنواع؟ أنواع أنواع، نعم. نحن في البيولوجي تعرفنا على ثلاثة أنواع، مع إنه الأنواع أكثر من هيك لسه. النوع الأول كان اسمه تاج أو فات إذا بتذكر، أو كنا نسميه حتى أويل إذا كان جاي من مصدر نباتي، راح نشوفه هلأ بعد شوي على اللوح. النوع الثاني اللي هو الفوسفوليبيد، وأشهر واحد في الفوسفوليبيد هو هذا راس وذنبين، مع إنه في أنواع أخرى أيضا تسمى فوسفوليبيدز. النوع الثالث اللي هو الاستيرويدات، وأشهر استيرويد هو استيرويد اسمه كوليسترول اللي هو جاي من مصادر حيوانية موجود في الأنيمالز، ما في منه في البلانت، لكن يوجد استيرويدات نباتية تسمى فايتو ستيرول. اوكي، سو الاستيرويدات مش حكر على الانيمالز، ولكن برضو في عنا استيرويدات موجودة في النبات مجموعة، يعني ان جنرال الاستيرويدات الموجودة في النبات بنسميها فايتوستيرول، وفي منها افراد، يعني في منهم اسماء، كيف الاستيرويدات في الحيوان في منهم اسماء زي الكوليسترول وغيره، برضو في النبات الفايتوستيرولز في افراد ممبرز لهم اسماء معينة، راح نشوف واحد منهم خلال الشرح خلال هذه الوحدة. أوكي، سو المكونات المختلفة للليبيدز الميجر اللي تعلمناها في الأحياء هي تاج، فوسفوليبيدز، ستيرويدز. طيب أنا باكل الدهون في أكلي، تقريبا الدهون في الأكل اللي باكله في اليوم الواحد تقريبا أنا باكل 60 جرام إلى 150 جرام من الدهون في اليوم. طيب نعمل فوكس أكتر على هال 150 جرام دهون اللي باكلها في اليوم. أكثر نسبة من 150 لأي نوع من أنواع الدهون، هل هي تاج، فات أويل، هل هي فوسفوليبيد أم ستيرويد؟ شو رأيك؟ تاج. تاج، يا 90% من أكلي، 90% من 60 إلى 150 جرام من الدهون في الأكل هي عبارة عن تاج، فات، أويل. إذا هذا في المرتبة الأولى. في المرتبة الثانية في وجوده أو في نسبته يأتي مين؟ يأتي كوليسترول. إذا في المرتبة الثانية في الليبيد كونتنت ان ماي دايت بيجي عندي الكوليسترول. ناو المراتب الأخيرة اللي هو موجود في الأكل لكن كميته أقل، عندنا كوليسترول إيستر رح نشوفه بعد شوي،
فاتي أسيد الحامض الدهني، فوسفوليبيد الفوسفوليبيدات. سو أكلي غني أكتر شيء بالتاج، نسبة عالية، يليه كوليسترول، ثم يليه القليل من الكوليسترول إيستر، القليل من الفاتي أسيد والفوسفوليبيد. ما بعد خلينا نراجع التركيب. التركيب جدا مهم بالنسبة لي عشان لما أشرح عن هضم الدهون تفهم علي بسرعة. أوكي، في الأعلى في عندي تركيب الحامض الدهني. ما هو الحامض الدهني؟ مما يتكون؟ يتكون من مجموعة وظيفية. إيش اسم هذه المجموعة؟ يس، كاربو كسيل. يتكون من مجموعة الكاربوكسيل اللي هي C double bond O O H. أحيانا طبعا ال H ممكن نفقدها ونعمل deprotonation وتصبح ذات شحنة سالبة. سيتكون من مجموعة وظيفية، مجموعة الكاربوكسيل، ومربوطة بذيل من الكربونات hydrocarbon chain. هذا الهيدروكربون chain ممكن يكون قصير الطول، ممكن يكون متوسط الطول، ممكن يكون طويل أو طويل جدا very long. إذا في عندي أنواع من الفاتي أسيد بالاعتماد فقط على طول الذيل. أوكي، بيطلع عندي أنواع من الفاتي أسيد ممكن نوصفهم من حيث طول الذيل إلى short, medium, long and very long. برضو هذا الديل ممكن يكون كلياته روابط أحادية saturated إذا بتذكر، وممكن يكون في رابطة ثنائية واحدة أو أكثر un saturated. حتى الـ unsaturated كان فيها نوعين، في عندنا cis unsaturated و trans unsaturated. تتذكروا هذا الكلام؟ متذكرينه. تمام، هذا هو الفاتي أسيد. لكن اللي بالصورة أمامي هو very هو long fatty acid وساتشوريتد، اللي مرسوم في الصورة مشبع وطويل. تمام، نيجي هلأ على نوع تاني من أنواع الدهون اللي هو تراي أسيل جليسرول. الباك بون لهذا المركب هو مركب الجليسرول. الجليسرول هو مركب بكم كربونة؟ 3 كربونات، وكل كربونة في عليها أو إتش. كل أو إتش بتعمل dehydration reaction مع فاتي أسيد. So رح نعمل dehydration 3 مرات لأنه عندي 3 أو إتش مع فاتي أسيد. هذا الفاتي أسيد الأول اللي على كربون رقم 1، هذا الفاتي أسيد الثاني على كربون رقم 2. لاحظ كيف إنه unsaturated غير مشبع، وعلى كربون رقم 3 أيضا مرة ثانية dehydration reaction with another fatty acid. لذلك أنا عندي كم فاتي أسيد؟ عندي 3 فاتي أسيد، يعني أصل كناية عن فاتي أسيد. قديش عندك؟ عندي 3. إذا تراي من إيش؟ من الأصل. موجودات على مين؟ موجودات على باك بون اسمه تاج، سوري جليسيرول. سو اسم المركب تاج، فات، أويل، تراي أصل، جليسيرول، كلهم نفس الإشي. طيب ممكن نتحدث أكثر عن نوع الرابطة بين الفاتي أسيد والجليسيرول، شو كان اسمها الرابطة؟ يس، بيولوجي، شو اسم الرابطة اللي بتربط فاتي أسيد مع الجليسيرول؟ أسميها رابطة بيبتايد؟ شو رأيك؟ ايستر لينكج. ايستر، صحيح. سو ات از ان ايستر لينكج، ايستر بوند. كم رابطة ايستر عندي في المركب؟ 3. ثلاثة. سو اي يا عندي 3 ايستر بوندز، عندي 3 روابط ايستر. هذا تاج. نشوف الفوسفوليبيد. برضو الفوسفوليبيد المشهور اللي هو ابو راس ودنبين، هذا المشهور اكثر،
رح نتكلم عنه ونركز عليه، وبعدين بنشوف المغمور الفوسفوليبيد اللي مش مشهور كتير، رح نشوف تركيبه بعدين. سو هذا المشهور أيضا الباك بون للتركيب تبعه هو أيضا جليسرول. سو الباك بون له جليسرول. طيب نشوف شو عملنا على هذا الباك بون. على أول او اتش، على الكربون الاولى، على الاو اتش المربوطه بالكربون الاولى، عملنا الديهايدريشن رياكشن مع مين؟ مع فاتي اسيد. هي فاتي اسيد مع الكربون الثاني، الاو اتش تبعت الكربون الثاني، اجين عملنا ديهايدريشن رياكشن مع انذر فاتي اسيد. سو كاني لساتني بشرح في التاج، يعني لهلا القصه ما اختلفت. اوكي، وين الاختلاف؟ الاختلاف مجموعة على الفوسفات الاختلاف على أي كربونة؟ الثالثة. الثالثة. ما بضيف فاتي أسيد، بضيف برابطة إيستر، بضيف زي ما حكت الزميلة، بضيف مجموعة فوسفات، والفوسفات مشحون سالب محب للماء، ومجموعة الفوسفات بربطه برابطة إيستر مع مادة إكس، ما بدي أحكي لك شو اسمها لأنه في عندي خيارات مختلفة، مع مادة إكس، وهذه المادة أيضا تحب الماء. لذلك إذا نطلع على التركيب كويس بنشوف إنه الفوسفات والإكس هم اللي بيحبوا المي، وعبرنا عنهم بالروز، وما تبقى من المركب كاره للماء وعبرنا عنه بالأذناب، أذناب الهيدروكربون، هذا الذنب وهذا الذنب يكرهون الماء. سو الفوسفوليبيد فيها كم جزء؟ جزئين، كاره ومحب. هذا بالنسبة للفوسفوليبيد المشهور. أوكي، نيجي ناو للستيرويد، الستيرويدات. إيش اللي بيميز كل الستيرويدات في الطبيعة؟ اللي هو الأربع حلقات اللي أمامك، ثلاثة حلقات سداسية وحلقة خماسية، وهي الحلقات الأربعة مندمجة fused، يعني في روابط مشتركة بين هاي الحلقات، لذلك بنعتبرهم مندمجات. So اللي بيميز الستيرويد هم الفور فيوزد رينجز. Three of them are six-membered rings. One of them is five-membered ring. هلا ايش انا بحط من اضافات على هذه الحلقات؟ الحلقات بيطلع معاي انواع من الستيرويد، يعني مثلا اذا اضفت او اتش في هذا المكان، اضفت رابطة ثنائية في هذه الحلقة، حطيت مثل، حطيت مثل، حطيت branched hydrocarbon chain بهذا الطول وبهذا الشكل، بكون حصلت على واحد من الاستيرويدات اسمه كوليسترول. اوكي، كوليسترول. فإذا الاستيرويدز بشكل عام اللي بيجمعهم الأربع حلقات البنفسجيات، اللون البنفسج، شو ما بتعمل إضافات أو تغييرات على الحلقة تشتق بهذا الشكل مركبات استيرويدية. التعديلات اللي باللون الأزرق على الحلقة تعطيني مركب الكوليسترول، غير التعديل شوي بصير عندي مركب جديد، غير الإضافات تحصل على استيرويد جديد، وهكذا. أنا وياك هلأ رح نتساعد مع بعض أو نتذكر كل مركب هل بيحب المي، بيكره المي، أو كليهما. نبدأ بالفاتي أسيد. هل الفاتي أسيد محب أو كاره أو أمفيباثيك؟ يس، كاره للماء. كاره للماء تماما، ما في ولا مجموعة وظيفية محبة للماء. انبر الكاربوكسل. يا سو إذا شو لازم أحكي؟ أنفي، امفيباثيك. أنفيباثيك. نعم. هلا قديش ميله لكره الماء بيعتمد على طول الهيدروكربون تشين، كلما كانت الهيدروكربون تشين أطول كلما كان يكره الماء أكثر. أوكي، ولذلك الفاتي أسيد القصير والفاتي أسيد المتوسط الطول بيحبوا المي، يعني حبهم للماء أفضل مقارنة بالفاتي أسيد الطويل والطويل جدا، صح ولا لا؟ كلما حطيت مركبات نون بولر أكثر في المركب كلما كان الكره أكثر للماء.
سلفاتي اسيد اذا نام في فاسك. نشوف التاج، شو رايك في التاج؟ هل هو محب او كاره؟ هل يوجد مجموعات كربوكسيل في المركب؟ هل يوجد مجموعات او اتش في المركب؟ لا لا، لانها اختفت بعمليه الديهايدريشن. So هل هو محب ام كاره؟ هيدروفوبيك. هيدروفوبيك، هذا بكره المي تماما، وإذا شافها لازم يهرب منها. اتذكر زيت الزيتون، زيت الزيتون فيه تاج، زيت الزيتون ما بيحب المي وما بيختلط معها بتاتا. اوكي، نشوف الفاسفوليبيد، شو رأيك بالفاسفوليبيد؟ الرؤوس هيدروفيليك، أما يا الذيل هيدروفوبيك. صحيح. فإذا it is an amphipathic molecule. Amphipathic. حلو، نيجي للكوليسترول. لاحظ إن أنا عم بركز على مركب معين، لأنه الإضافات هي اللي رح تحدد هل المركب محب أو كاره أو كليهما. ماذا بالنسبة للكوليسترول؟ وشايف الإضافات اللي عليه؟ الكوليسترول حيكون محب بسبب الـ OH. محب فقط يعني؟ لا يعني ولا حتكون جهة محبة، فحيكون هيدرو أمفيباتيك. أمفيباثيك؟ صحيح. إذا عندنا أو اتش بتخلي الكوليسترول يحب المية شوية صغيرة، ولكن ما تبقى من التركيب كاره للماء. لازم الأسود أكثر شيء، نسيت. سو قلبه أسود باتجاه المي، بحب المية شوية صغيرة نتيجة وجود الأو اتش. إذا حب وكره الماء أمامك واضح، هذا الكلام كتير بيهمني في التشابترز اللاحقة وفي هذا التشابتر. لاحظ إني أنا وياك للآن شو اللي سوينا؟ رجعنا معلوماتنا حول الدهون. نبدأ الآن بشيء جديد، أو نحكي بالدسم، بشيء ما أخذته، أو يمكن عندك علم فيه بسيط. رح نبدأ بالهضم، هضم دهون الطعام، digestion. الستيشنز الخاصة في الهضم هم مكانين فقط، stomach and intestine. نبدأ مباشرة في الستومك. في الستومك أنا عندي two enzymes رح يساعدوني. الإنزيم الأول two lipases، اللايبيز الأول اسمه اللينجوال لأنه مصدره من الفم، واللايبيز الثاني اسمه جاستريك لأنه مصدره من أين؟ من وين جاي؟ من المعدة. من المعدة نفسها. إذا في عندي خلايا في المعدة أفرزت هذا الإنزيم، وعندي خلايا من الفم أفرزت الإنزيم الأول. So I have two enzymes, two lipases. They will act in the stomach region، في منطقة المعدة بيشتغلوا. نشوف أسماءهم كمان مرة. Lingual lipase، gastric lipase. طيب نشوف الخصائص. بيحكوا إنه هم بتحملوا البيئة الحامضية، they are acid stable. حتى إنه الـ pH المثالية لإلهم لاحظ من 4 إلى 6، يعني هي pH حامضية. سو عشان هيك بيقدروا يشتغلوا في الاستومك وما في عندهم أي مشاكل. طيب تعال نشوف التفاعل اللي هم بيحبوا يشتغلوا عليه. راح أرسم التفاعل لأنه مش موجود في السلايدات. أوكي، احذر المركب اللي برسمه، شو اسمه؟ من هذا من الدهون؟ يس، مين هذا؟ تاج. هذا تاج. إذا السبستريت الخاص فيهم اسمه تاج. بيحبوا يشتغلوا أكثر على التاج اللي الفاتي أسيد في تركيبه عبارة عن فاتي أسيد قصير أو متوسط الطول، medium chain fatty acids. إذا هم بيشتغلوا على الفات، على الأويلز، على التاج، ولكن عندهم تفضيل أكتر للتاج اللي فيها short and or medium chain fatty acid. أوكي، نشوف الشغل شو بيسووا في هذا المركب. نحن بدنا نهضمه، يعني نحوله إلى وحدات أصغر. رح يجي الإنزيم ويكسر روابط، شو اسمها هاي الرابطة؟ سميناها رابطة ستيرلينج كيج. Yeah. So this enzyme has an esterase activity. عنده esterase activity. Esterase activity يعني يكسر رابطة إستر بإضافة الماء. كم جزيء ماء بحتاج؟
حسب الرسمة. بحتاج إلى جزيئين ماء لأنه الإنزيم بس بكسر رابطتين إيستر اللي هم الروابط الخارجية اللي هي على كاربون رقم 1 وكاربون رقم 3. أعطيني نتائج التكسير، شو رح ينتج من التكسير؟ two fatty acids. صحيح، إذا رح ينتج عندي فاتي أسيد كم واحد؟ تنين منهم، ورح ينتج ما تبقى من المركب. تعال نشوف شو اسمه المتبقي، نرسمه ونشوف شو اسمه. المتبقي هو جليسيرول ولكنها ما زالت مربوطة بأسل، مع أسل جروب، مع أسل جروب واحدة. إذا هو جليسيرول كم أسل عليه؟ كم فاتي أسيد عنده؟ كم أصل؟ واحدة. عنده just one، إذا مونو. إذا اسم المركب مونو أصل جليسيرول. ممكن تختصره بالاختصار M A G ماج. So اللينجوال واللايبيز والجاستريك لايبيز، السبستريت تبعهم هو تاج with a short and a medium chain fatty acid، يعني عدد الكربونات يكون أقل من 12 كربونة في الفاتي أسيد زي اللي موجودات في الحليب. أوكي، البرودكتس تبعهم هو 2 من الأحماض الدهنية زائد 1 مونو أسيل جليسرول. واضح؟ تمام. شو رأيك بهذا السؤال؟ Both lingual and gastric lipase are most effective in infants and young children. لاحظوا أنه هدول الإنزيمات اللي هم الأسيد لايبيزز، اللايبيزات اللي بتحب تشتغل في الوسط الحامضي، اللي هم الجاستريك لايبيز واللينجوال لايبيز، they are highly effective in the infants and young children، في المواليد والأطفال الصغار. ليش يا ترى؟ اوكي، ممكن تقرأ هاي الفقرة وتحسر ليش؟ راح أعطيك دقيقة، تفضل. عشان استهلاكهم العالي للحليب. أيوة برافو، because they consume large quantity of milk، والملك زي ما حكيت فيه تاج، والتاج فيه عندهم كتير تاج بالشورت and medium chain fatty acid. So في تركيب الحليب بنشوف كمية منيحة لا بأس فيها من تاج اللي يدخل في تركيبه الشورت انا ميديوم تشين فاتي اسيد، وبالتالي هدول الانزيمات كتير فعالين او كتير بيشتغلوا الشغل عليهم مركز في الانفانتس واليونج تشيلدرن. صحيح الجواب، because they consume large quantities of cow milk. اوكي، ايضا اذا الاسيد لايبيزز اللي هم الجاستريك واللينج واللايبيز زي ما شفنا مهمات في الانفانتس، في النيونيتس، في young children because they consume a large amount of milk that contain tag with a short and a medium chain fatty acid. لكن كمان مهمين عند الناس اللي بيعانوا من خلل في إفراز عصارات البنكرياس، pancreatic insufficiency. إيش يعني pancreatic insufficiency؟ يعني عدم قدرة البنكرياس على إعطاء العصارة تبعتها لسبب ما. pancreatic insufficiency، عدم كفاءة البنكرياس. شو وظيفة البنكرياس؟ قلنا وظائف البنكرياس في الهضم إنها بتعطيني عصارة بنكرياسية، وهذه العصارة إذا بتتذكر البنكرياتيك جوس حكينا عنها بتتكون من قسمين، water، watery secretion اللي كان عبارة عن ماء وصوديوم بايكربونيت، وبتتكون كمان من انزيمز digestive enzyme. اوكي، كان في عنا بعض الانزيمات خاصة في هضم الكربوهيدرات، تتذكر شو كان اسمه؟ pancreatic alpha amylase. وكان في عنا انزيمات خاصة في هضم الدهون lipids، رح ناخدها بعد شوي. وفي عنا كمان انزيمات خاصة في هضم البروتين. هذه هي العصارة البنكرياسية.
هلا في بعض الأشخاص بكون عندهم مشكلة في كفاءة الكبد لإنتاج هذه العصارة أو حتى لإخراجها لمكان الهضم، إخراجها للأمعاء. زي مثلا في عندنا حالة اسمها cystic fibrosis. في عندنا بعض الطلاب هون مشروع cystic fibrosis كان عليهم. cystic fibrosis اللي هو التليف، بالعربي التليف، تليف الكيسي. يا التليف الكيسي cystic fibrosis. اوكي، مين بيحب يشرح لنا عن هذا المرض؟ طبعا انا بسأل الطلاب اللي عندهم المشروع او اذا في حد عنده ثقافة في هذا الموضوع. أقول شوي عنه. تفضلي، عندك مشروع ولا ثقافة فيه؟ هو مشروعنا بس أنا ما بحثت عنه، أنا اللي علي الشرح. تمام، اوكي تفضلي. بس هو عبارة عن مرض بيكون خلل في جين معين صحيح، للسي اف انزيم، فلما يصير في خلل في هذا الانزيم بتتراكم الكثير من المادة المخاطية داخل القصبات الهوائية وبصير في خلل في عمل الرئة. تمام. بس الرئة اللي بتتأثر في هذا المرض؟ لا كثير أعضاء بتتأثر، بس أكثر إشي بدققوا على الرئة، إنه إذا يوم يصير في تأزم في الحالة رح يضطر الشخص إنه يعمل زراعة رئة، والرئة هي أكثر إشي بتضرر، يعني رح يضطر يعمل زراعة رئة أو إنه يقود إلى الموت. نعم. طيب هلا أنا راح أشرح عن السيستيك فايبروسيس، البايوكيمستري للسيستيك فايبروسيس، يعني كيف بيصير المرض من ناحية تفاعلات وبايوكيمستري. أوكي، نوعا ما الشرح أوكي ماشي حاله، بس في بعض المعلومات اللي حكيتها غلط. خلينا نشوف الموضوع على اللوحة، على وايت بورد. اوكي، هلا في السيستيك فايبروسيس او نحكي عن الانسان الطبيعي، هلا عندنا في الخليه في عندنا جين اسمه جين سي اف تي ار. This is a gene. هذا الجين اذا انا نسخته، عملت له نسخ وترجمه، يعني عملت له تعبير جيني، جين اكسبريشن، رح يعطيني تشانل، رح يعطيني قناه خاصه في الكلورايد، بيعطيني كلورايد تشانل. هذه الكلورايد تشانل مهمة في البنكرياس. خليني أرسم لك البنكرياس. زي ما حكينا قبل إنه البنكرياس بيصنع لي الإنزيمات الهاضمة، وهذه الإنزيمات لازم أغسلها عن طريق الماء حتى تخرج خارج قناة البنكرياس، إذا بتذكر. سو هذه قناة البنكرياس عبارة عن خلايا. هلا في داخل القناة هاي في عندنا الإنزيمات الهاضمة المختلفة، سواء للكربوهيدرات أو للبروتينات أو للدهون، عشان أخرجهم خارج القناة، يصيروا واصلين خارج القناة ويطلعوا لوين؟ يطلعوا للإنتستن، يذهبوا إلى الإنتستن. بلزمني زي ما حكينا، بلزمنا ماء، بلزمنا أبريق مي، قلنا بلزمنا ابريق مي عشان نغسل هذه الانزيمات للخارج. اوكي، هلا شو اللي رح يصير؟ السي اف تي ار جين رح يعطيني كلورايد تشانل، لنفرض انه الكلورايد تشانل باللون الاخضر، رح ارسمها باللون الاخضر على الرسمه. اوكي، هذه الكلورايد تشانل شو بتسوي؟ بتطلع الكلورايد من داخل الخليه الى الخارج. اوكي، طيب أنا لما بطلع الكلورايد للخارج، على طول مين بيلحق الكلورايد؟ بيلحق الصوديوم بطريقة ما. الصوديوم برضه بيخرج خارج الخلية لأنه بحب يكون برفقة الكلورايد سالب الشحنة. إذا وكأنه أصبح عندي صوديوم كلورايد في التجويف. لما بكون في عندي ملح أو صوديوم كلورايد، معناته نحن قاعدين عم نلعب على الخاصية الأسموزية. مين رح يلحقهم؟ رح يلحقهم الماء. الصوديوم كلورايد لما بيزيد تركيزه في التجويف، على طول رح يسحب الماء من الخلايا إلى التجويف. أها، إذا أنا بهذا الشكل عم بغسل، حيني الماء خرجته، إذا بهذا الشكل أنا عم بغسل الإنزيمات
من داخل القناة إلى الخارج. إذا أهمية الكلورايد شانل أنها بتساعد على تحسين زيادة، سوري خلينا نحكي من أول جديد، إنه الكلورايد شانل تزيد لزوجة الإفرازات أم تقلل لزوجة الإفرازات؟ شو رأيك؟ وجود الكلورايد شانل هل يحسن من اللزوجة بحيث تصبح أقل لزوجة هاي الإفرازات وتخرج بسهولة من الخائم من المكان، أم بخلي اللزوجة جدا سيئة وتكون جدا ثيك الإفرازات؟ شو رأيك؟ حسب إنه دخل مي. يا هلا وجود الكلورايد إذا خرج الماء، وبالتالي شو صار في إفرازات البنكرياس؟ صار لزجة أكثر أم لزوجة. عن جد أكثر لزوجة لما بحط عليها مي؟ لا، يعني حطيت عليها مي صارت أكثر أقل لزوجة. أقل لزوجة، وبالتالي بتقدري تخرجيها من البنكرياس ولا لا؟ ولا بتضلها stuck تخرج. in the pancreas؟ يا إذا تخرج بسهولة، هذا هو الإشي الطبيعي. هلا الإشي اللي مش طبيعي، الناس اللي عندهم مرض السيستيك فايبروسيس بكون عندهم خلل جيني، عندهم طفرة في السي اف تي ار جين، معناته ما في كلورايد شانل، معناته شو؟ معناته ما في، رح تزداد اللزوجة. ايوه ما في كلور يخرج، معناته الصوديوم ما بيلحقه. طيب مما يعني ما في مي، معناته المواد رح انزيمات تزداد تحت، لزوجتها ومش رح تطلع. ايوه اذا افرازات البنكرياس بتكون هايلي ثيك، كتير لزجة بحيث انها ما بتقدر تطلع للانتستين، بدلها stuck inside the pancreas. وهيك الإنسان هذا بيعاني من pancreatic insufficiency، عدم كفاءة في شغل البنكرياس، فبكون عنده مشاكل في هضم الكربوهيدرات والدهون والبروتينات، وبصير يعتمد على الإنزيمات اللي جاية من مصادر أخرى، من الاستومك، من الفم، موجودة في الانتستين، بصير الاعتماد عليها أكبر، كون البنكرياس مش عارف يعطيني كفاءة جيدة في الهضم. أوكي، هذا إذا العلاقة ما بين السيستيك فايبروسيس والبنكرياتيك انسفيشنسي. هلا ناخذ هذه الفكرة ونيجي فيها على الجهاز التنفسي. برضو الجهاز التنفسي فيه إفرازات تسمى المخاط، صح ولا لا؟ ميوكس. هون في عندي خلايا، وهاي الخلايا لازم تخلي المخاط ذات لزوجة مناسبة، يعني يكون فيه نسبة من الماء. فإذا لازم يكون في عندي كلورايد شانل، والكلورايد يطلع الكلور للخارج، وبعدها يلحقها الصوديوم، وبعدها مين بيلحقهم؟ بيلحقهم الماء. فإذا الميوكوس بتكون لزوجته مناسبة بسبب وجود كمية مناسبة من الماء تكوينه. لكن الإنسان اللي عنده سيستيك فايبروسيس شو بصير؟ ما في عنده كلورايد شانل، الكلورايد ما بيطلع، الصوديوم ما بيلحقه، المية كمان ما بتلحقهم، وبالتالي الميوكس كيف بصير؟ بصير أكثر لزوجة. يعني بصير لزج جدا، فبيضله عالق في الجهاز التنفسي، المفروض انه انت تعملي له كافينج او تسعلي فيطلع. فايضا هو بيضله موجود في الجهاز التنفسي. تعرف الميوكس هو منطقة وبيئة مناسبة وخصبة لنمو وتكاثر الباثوجنز او البكتيريا، فبصير الانسان هذا يعاني دائما من مشاكل التهاب في الجهاز التنفسي. نفس الفكرة هاي بتروح ايضا بتحكي عنها في افرازات الجهاز الذكري. ايضا افرازات الجهاز الذكري بتكون التكاثري بتكون لزجة جدا، فبصير الانسان يعاني من عقم، بصير عنده انفيرتيليتي. بالنسبة لطعم الملح، طعم العرق، اوكي العرق بكون طعمه مالح لانه في غدد العرق الكلورايد تشانل بتشتغل بالاتجاه المعاكس. اذا بتروحي تقرأي عن السويت جلاند او عن غدد العرق بتشوفي ان الكلورايد ما بتطلع الكلور في غدد العرق، انما بتدخل الكلور، وبالتالي الصوديوم بيدخل للخلية العرقية او للغدة العرقية وبيدخل الماء، وبالتالي نحن بنحاول في غدد العرق ان نحافظ على الصوديوم كلورايد وما نخسره في العرق. اذا احنا لما بنتعرق بنحاول انه ما نخسر الاملاح، عشان هيك الكلورايد تشانل في غدد العرق بتشتغل بالاتجاه المعاكس.
انعرف المرض من أيام زمان، فكروا الناس لعنة، فكروا إنه الإنسان اللي بيكون عرقه مالح إنه عليه لعنة من الأرواح الشريرة، هيك كانوا يفكروا الأمراض من زمان. كان يجي البيبي وينولد بهاي المشكلة، وهم طبعا ما كانوا يعرفوا هاي المشكلة، كان لما يجي يبوسوا كانوا يشوفوا إنه البوسة مالحة، فكانوا يخافوا ويقولوا هذا قريبا بيموت، هذا عليه لعنة. طبعا الحقيقة انه لا، انه هو اصلا عنده عيب في الجين، الموضوع ما لوش لعنة في الارواح الشريرة، هناك عيوب جينية ادت لكذا وكذا من المشاكل. تمام. طيب الانسان اللي عنده سيستيك فايبروسيس معناته سيعتمد اعتماد جدا كبير على مين؟ على الانزيمات الاخرى لتحطيم الدهون. زي مين مثلا؟ زي الجاستريك واللينجوال لايبيز. طالما البنكرياس مش عارفة تطلع إنزيماتها الهاضمة للدهون، معناته أكيد رح نعتمد على الإنزيمات اللي جاية من الاستومك أو اللي بتشتغل في الاستومك، اللي هي اللينجوال and gastric lipase. طبعا مرض السيستيك فايبروسيس من ناحية التوارث الحمد لله أنه هو أوتوسومال، وإيش كمان؟ ريسيسيف، يعني متنحي. أوكي، عندك هذه الرسمات ممكن تلاقيها في الإنترنت، بتساعد كتير على تذكر الأعراض للأمراض. أوكي، مع إنه أنت إذا بتكون فاهم مبادئ البيوكيمستري بتقدر تفهم ليش الأعراض عم بتصير. هلا هاي الصور بتساعد في الحفظ، مثلا لاحظ الصورة ماسكة رقم 7، ليش ماسكة رقم 7؟ عشان الخلل بيكون ليش على الكروموسوم الجسمي 7. أيوة على الكروموسوم 7، الجين موجود على الكروموسوم 7 CFTR. أوكي، لاحظ حاطط لي سهم على البنكرياس، بيحكي 90% من الحالات البنكرياتيك دكت از بلوكت، يعني قناة البنكرياس مسكرة. ليش؟ زي ما حكينا الإفرازات كتير لزجة، فهي مسكرة قناة البنكرياس. تمام، نشوف الجهاز التنفسي، لاحظ الجهاز التنفسي كاتب عليه thicker layer of mucus، في عنا ميوكس، والميوكس مسكر المطارح لأنه كتير فيسكس، وبالتالي في عندنا التهابات بكتيرية بشكل مستمر. أوكي، بالنسبة للجلد في عندي ترسبات ملحية، عشان يحكي لك إنه في عندي salty fat، إنه العرق طعمه مالح. عندنا أيضا عم بيذكر موضوع الخصوبة في الرجال، إنه بكون عندهم عقم نتيجة الثيكنس للسكريشن. في عندنا كمان هذه دهون، هذه الدهون عم تنزل بالفضلات، المفروض الدهون إني أنا أهضمها، المفروض إني أنا أهضم الدهون وأمتصها، لكن لاحظ إنه أنا عندي مشكلة في البنكرياس، معناته الهضم للدهون رح يكون سيء، معناته الامتصاص كتحصيل حاصل كمان رح يكون سيء. حكينا الشيء اللي ما بنمتصه وين بيروح؟ بيروح في الفضلات. أوكي؟ وجود الدهون بالفضلات هذه الحالة بنسميها ستيات أوريا، ستياتوريا، ستيات، ستيات يعني دهون، ستياتوريا. إذا وجود الفضلات، سوري، وجود الدهون بالفضلات، والسبب هو أنا ما قدرت أمتص الدهون، وهون في السيستيك فايبروسيس أنا ما عرفت أمتصها لأنه ما عرفت أهضمها أصلاً. وجودها في الفضلات يسمى ستياتوريا. الستياتوريا بلاحظ الإنسان في حالة الستياتوريا إنه الفضلات تتلألأ بسبب وجود الدهون، تلمع الدهون تعطيها لمعة، بلاحظ إنه الفضلات تطفو على سطح الماء، ماء التويلت، لأنه الكثافة تبعتها منخفضة بسبب وجود الدهون في تركيبها، زائد إنه في روائح سيئة، زائد إنه في كتير ناس ما بتلحق تروح على الحمام، بكون عندهم مش كلمة عدم تبول إرادي، عدم تغوط إرادي. أوكي، بيعانوا من فيكال incontinence. أوكي، فهي مشكلة، مشكلة محرجة. أوكي، فإذا هذه الصورة زي ما أنتم شايفين بتجمع أهم الأعراض للسيستيك فايبروسيس. نكمل الهضم،
كل اللي حكيناه في الهضم هي مرحلة الاستومك، استعنا بالأسيد لايبيزز جاستريك واللينجوال لايبيز. شفنا بعض الناس بيعتمدوا على هذا الإنزيم أكثر من غيرهم، زي الأطفال والرضع وزي بعض الناس اللي عندها مشاكل في البنكرياس. نجي نحكي هلأ عن الهضم في مكان تاني، اللي هو الهضم في الأمعاء، في منطقة الأمعاء، في الانتستن، في الانتستينال لومن، في التجويف. اللي رح يساعدني في الهضم هي إنزيمات جاية من مكان واحد اللي هو البنكرياس. يعني باختصار البنكرياتيك جوس هي اللي رح تساعدني. حكينا أن البنكرياس فيه مي وصوديوم بايكارب، وفيه إنزيمات لهضم الكربوهيدرات، البروتينات والليبيدز. نحن حاليا بدنا نركز على إنزيمات الليبيدز. الإنزيمات اللي بتهضم الليبيدز اللي جاية من البنكرياس عندنا واحد بانكرياتيك لايبيز والمساعد كو لايبيز، اثنين كوليسترول استريز، ثلاثة فوسفو لايبيز A2 PLA2. سو الانزيمات اللي بتساعد في الهضم عندي ثلاث انزيمات جاية من البنكرياس رح تساعدني، زائد واحد مساعد بنسميه كو لايبيز يساعد الانزيم رقم واحد. نبدأ فيهم واحدا واحدا. نبدأ بالبنكرياتيك لايبيز. راح أفرجيك التفاعل. That is catalyzed by pancreatic lipase. من هو السبستريت الخاص في pancreatic lipase؟ هو من هذا؟ هذا تاج. dry. Yeah, this is tag, dry acyl glycerol. اوكي، شو بيسوي البانكرياتيك لايبيز على التاج؟ ايضا شو بيسوي؟ بيكسر روابط ايستر. مكسر ايست Yeah, so it has an esterase activity. اذا هو عنده نشاط الاستريز، يعني يستطيع ان يكسر روابط ايستر. شو المنتجات؟ two fatty acids يا وما واثنين تبقى، ما تبقى MAG. يا ماج. ليش سبق كلمة مرة أصل الجليسرول برقم 2؟ أنا ما عندي جزيئين مونو أصل الجليسرول، عشان إذا ماذا؟ موقع أها الكاربوكسيل. يا عشان الفاتي أسيد المتبقي موجود على أي كربونة؟ على الكربون الثاني الكربونة رقم ثاني. يا سو رقم 2 هو لا يقصد انه انا عندي جزيئين من مناص الجليسرول، لا يقصد، لاحظ 2 شحطه، اوكي 2 شحطه ماج، انما يقصد انه الاسل التي بقيت على تركيب هذا المركب موجوده على كربون رقم 2. طيب بنكريتيك لايبيز مين بيشبه في شغله؟ مين عنده من الانزيمات شغل زي شغل البنكريتيك لايبيز؟ قبل شوي اخذناهم مين؟ لينجوال. ايوه صحيح، لينجوال لايبيز و جاستريك لايبيز. الاثنين كمان كانوا يشتغلوا على التاج ويعطوني اثنين فاتي اسيد وماج، واحد ماج. اوكي، هلا بنكرياتيك لايبيز عنده كمان تفضيلات، كيف اللينجوال والجاستريك عندهم تفضيلات انهم يختاروا التاج with a short and a medium chain fatty acid. Now التاج اي سوري البنكرياتيك لايبيز بيحب التاج اللي فيها فاتي اسيد طويله او طويله جدا، عنده تفضيل اكثر ناحيه التاج with a long and a very long chain fatty acid. تمام، الاختلاف الثاني بين الجاستريك لايبيز لينجوال لايبيز مع البنكرياتيك انه هذول بيشتغلوا في اوساط حامضيه، بيشتغلوا في اسيدك بي اتش، بينما البنكرياتيك لايبيز بيشتغل في وسط. شو رأيك؟ هايدي قاعدي اللي هي في الانتستين، والانتستين وسطها مش حامضي، وسطها قاعدي بيسك بي اتش. بس انا بعرف انه الاكل بس يطلع من المعدة اللي كنا نسميه كايم، الكايم بس يطلع من المعدة اللي هو الاكل الحامضي، البي اتش فيه حامضية وهذا رح يأثر على الهضم، فمعناته انا لازم احل مشكلة الحامضية. كيف ممكن أحل مشكلة الحامضية عشان الإنزيمات الثانية في الانتستين تشتغل برياحة؟ يس، مرة ثانية، الأكل اللي بيطلع من المعدة
ال pH تبعته حامض، بيطلع وين؟ بيطلع على الانتستن. الانتستن الانزيمات اللي بتشتغل في تجويفها بتحب الوسط القاعدي، بنكرياتيك لايبيز بحب الوسط القاعدي. طب الاكل طالع وفيه اسيدك بي اتش، فيه بي اتش حامضيه، شو نسوي؟ راح نستعين بصوديوم باي كربونات. إذا رح نستعين بالصوديوم بايكربونات عشان يعدل الحامضية. تمام. في عنا واجب رح نتكلم عن دواء، نبحث عنه إذا ما لقيناه في الكتاب بنبحث عنه، عن دواء مادة الفعالة أورليستات تستخدم في علاج السمنة. شوفوا لي كيف بيشتغل وليش ممكن أستفيد منه في علاج السمنة. أوكي، ورح نقرأ لحالنا كيف إنزيم الكوليسترول إيستريز بيشتغل. أوكي، طلع على التفاعل في البيت وبتشوف كيف بيشتغل معك. أيضا فوسفولايبيز A2 برضه بتطلع على كتابك وبتشوف كيف بيعمل، كيف بيشتغل. وبعدين بتروح على الكتاب وبتقرأ عن الاستحلاب، بتشوف ما هو الاستحلاب، شو تعريفه، شو أهميته، وكيف أسويه. بنوصل لهون، المرة الجاي بنبدأ بهذه الشريحة. يعطيكم العافية.